شو بعمل؟ أنا تبع كله يا صاحبي، يعني أنت بتعبي بنزين وأنا بشوفه عقود، والدولار لحاله بالنسبة إلي ورق، بس مقابل اليورو أو الباوند بصير صفقة. هي الفكرة تعرف متى تشتري ومتى تبيع، يعني ببساطة أنا فاهم السوق وواثق من اللي بشتغل معهم. على فكرة كتير سهل الموضوع، كل راس ماله فرصة. مع إيكويتي تداول الفرصة.